قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن اللجان المختصة بالمجلس كشفت عن وجود إخلالات في التعديلين الدستوريين اللذين أصدرهما البرلمان. وطبعا مشروع البيان الذي أعد من قبل اللجان الثلاثة مع مكتب الرئاسة يصر على الذهاب في ما اتفقنا عليه من تعديل السلطة التنفيذية ومن الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور ومن هذه المرحلة الانتقالية، لكن بعد معالجة الاختلالات القانونية اللي موجودة في التعديلين اللي ذكرناهم، تعديلين للإعلان الدستوري. وأوضح المشري في كلمة له أن هناك تواصلات غير رسمية مع رئيس وأعضاء مجلس النواب لمعالجة التعديلات الدستورية. تواصلات غير رسمية، لا يوجد أي وفد رسمي ولا أي شخص مكلف من المجلس بالتواصل مع مجلس النواب بشكل رسمي، لكن هناك تواصلات غير رسمية. بعض الأعضاء مثلا البارحة التقيت بحوالي 8 من أعضاء مجلس النواب الفاعلين، وكان بحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة، وأيضا التقى عدد من أعضاء مجلس الدولة برئيس مجلس النواب في محاولة لمعالجة الاختلالات القانونية اللي موجودة في التعديلين الدستوريين بما لا يضر بحالة التوافق.